لعبة الكراسي اليوم مع حسام الحاج. عيون العراقيين على أسواق النفط وقلوبهم مع الرواتب. حياكم الله. انهيار تاريخي في أسعار النفط يرفع منسوب القلق لدى العراقيين. اقتصاد أحادي التمويل يرتبك كلما اضطربت أسعار البترول. ومع كل أزمة يتكرر السؤال نفسه، كيف ستؤمن الحكومة رواتب ملايين العراقيين؟ وزارة المالية تعلن أنها بصدد تخفيض المرتبات الوظيفية بمعدل الربع، فتسارع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى النفي قائلة أن الرواتب مؤمنة، فلا تقلقوا يا جمهور الموظفين. المقلق في هذه التطورات أنها تتسارع والعراق تحت رحمة حكومة تصريف الأعمال، حكومة منقوصة الصلاحيات ومتهمة بهدر الأموال في تعيينات هدفها تهدئة الشارع. لكن الشارع الآن على أعتاب هيجان جديد، فهل سيقع ما يعيده إلى الساحات مجددا؟ هل تدرك الطبقة الحاكمة حجم الخطر الذي يواجه العراق؟ هل تخلت حكومة السيد عبد المهدي عن واجب مواجهة الأزمة ورحلتها إلى الحكومة الجديدة؟ كيف سيكون شكل الموازنة المالية في زمن كورونا ونفط بسعر التراب؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيوف حلقتنا لهذه الليلة من برنامج لعبة الكراسي القيادي في ائتلاف النصر عبد العباس الإشياع. مرحبا بحضرتك، وأيضا المستشار في وزارة المالية حازم هادي اللي راح ينضم ويانا لاحقا، والخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية بجامعة هارفارد الأستاذ علي الفريجي. مرحبا بضيوفي الكرام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، شرفتنا اليوم. الله يحفظك. شلون اخبارك؟ الله يسلمك. والضيف الثاني السيد علي الفريجي اعتقد جاهز، ونرحب به اجمل ترحيب. ابدي مع جنابك سيد عبد العباس الشياع، شنها مليوصة مثل ما يقولون اهلنا، ها الامور مو تمام. البارحه اللي صار من تدهور بسعر الخام للنفط المنتج في غرب تكساس لعقود آجلة، بس هذا الأمر أدخل سوق النفط في إرباك أكبر من الإرباك اللي إحنا داخلين به. جنابك كنت في الدورة السابقة عضو في اللجنة الاقتصادية. السؤال هو كيف من الممكن مواجهة الأزمة الحالية؟ وحقيقة إحنا في أزمة تختلف عن كل الأزمات التي سبقتها فيما يتعلق من انخفاض سعر النفط. شكرا جزيلا، تحية حياك الله لك للضيوف، للضيف الذي سوف يأتي، للسادة المشاهدين الكرام. حقيقة موارد القلق مشروعة، من حق المواطنين، من حق الموظفين، الشعب العراقي كله أن يقلق لسبب بسيط، لأنه 95% من موارد العراق تعتمد على النفط. لذلك عندما تهبط أسعار النفط يصير قلق على الرواتب. وهي هاي المشكلة اللي ما انحلت من 17 سنة ماضية. كل التقارير وكل الجهات كانت تتحدث عن ضرورة أن نعدد موارد الدخل. نعم. بالنسبة للميزانية مو فقط هذا الأمر، يعني حتى لو فرضنا مورد واحد، لكن هناك إدارة سليمة، هناك خطط ناجحة، هناك صناديق سيادية. تعرف هذه الدول النفطية، هسه السعودية عندها 600 مليار دولار صندوق سيادي. لذلك إذا هبطت أسعار النفط شهر شهرين سنة سنتين ما تتأثر، خل تسحب 100 مليار 200 مليار من الصندوق السيادي، تمشي حالها إلى أن تعود أسعار النفط إلى سابق عهدها. لكن إحنا الشهر بشهره، يعني أضيف معلومة للسادة المشاهدين، أنه إحنا هسه حاليا مثلا في نيسان، هو النفط المصدر في آذار نستلم مبالغ في نيسان ويوزع على الموظفين. في آيار النفط المباع مصدر في نيسان. نعم، يعني مشكلة، يعني ربما المشكلة لحد الآن مو كبيرة جدا، لأنه لا يزال النفط نفط آذار قسم منه منباع بسعر جيد قبل تهبط الأسعار. بس معناته راح تطلع الأزمة بآيار بحزيران. المشكلة بآيار بحزيران بتموز، إضافة إلى أنه يقولوا لي الشباب هسه أنه برنت قبل دقائق نزل 17 دولار، وهذا نزول تاريخي يعتبر. العراقي بأقل من برنت ب3-4 دولار تقريبا. تمام. يعني وصلنا 15-14. وكلفة الإنتاج، وكلفة الإنتاج تضاف إلها، كلفة إنتاج حوالي 7 دولار، يعني ما يبقى شيء. أزمة حقيقية. بس السؤال هو كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة؟ حكومة السيد عبد المهدي لغاية الآن لا تريد أن تتخذ أي إجراء
تريد أن ترحل الأزمة للحكومة المقبلة فيما لو مرت حكومة السيد مصطفى الكاظمي. هذه الحكومة إذا مرت راح تكون حكومة مكبلة واقعا من كل الاتجاهات، لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا تستطيع أن تؤمن الرواتب، كيف الحال بقية الأشياء، بقية المتطلبات استراتيجية؟ لا طبعا يعني الحكومة لما هو طبعا مو المالية، حضرتك قلت المالية أنه رادت تخفض 25%، وإنما خبر انتشر أن هناك تخفيض 25%. يعني واقع الأمانة العامة أنه نفت هذا. إحنا راح ينضم ويانا مستشار وزارة المالية. بس هو واقعا هناك حديث بين اللجنة المالية ومجموعة حتى وزارة المالية بإمكانية تخفيض الرواتب إلى 25%، وهناك طروحات أخرى طرحت أفكار وزارة الأمانة العامة نفت، أمانة العامة مجلس الرؤساء. يعني أقصد إنه هذه الأشياء مطروحة على الطاولة. خلينا ننتقل للضيف الثاني سيد علي الفريجي، أرحب بحضرتك الذي ينضم معي عبر الأقمار الصناعية. دا تسمعني جنابك، أرحب بك مرة ثانية. أسمعك، شكرا للاستضافة. الله يبارك فيك. شكرا وحياك الله. أسألك كيف سيتم التعامل مع الأزمة الحالية التي يمر بها العراق؟ الأمر ينذر بهبوط أكبر بالأيام المقبلة، بما أنه اليوم سجل برنت قبل دقائق 17 دولار فقط. هذا الأمر ممكن أن يتفاقم في الأيام المقبلة. لا حل أمام العراق سوى أنه يخضع لهذه المتغيرات ويضع أمور بديلة، ولا أعتقد أن لدينا خيارات كثيرة. يعني ليس من المستغرب أنه وضع البلد اقتصاديا يصل إلى هذه الحالة، بحكم أنه كل الاستشعارات وكل الدلائل منذ عام 2005 للآن تشير إلى أنه العراق ممكن يصل إلى هذه المرحلة. الأزمة هي ليست فقط أنه مسألة اعتماد العراق على النفط كمورد، بحكم أنه لم تنتبه إدارات الدولة الاقتصادية والمالية إلى أنه هي سلعة ومن الممكن أنه تواجه أي اضطرابات. وما نشهد الآن خير دليل على أنه حجم هذه الأزمة وكيفية أنه الاقتصاد العراقي ذو البنية الهشة بحكم الفساد والهدر لسنوات وغباء من أدار هذه الملفات، الآن أوصلنا إلى أنه نكون أضعف بأضعف النقاط أو المراحل أنه ممكن نواجه أزمة بهذا الشكل. الآن ممكن نطلق على ما يمر به البلد، هو مثلث الرعب في الأزمات، ثلاثي الأبعاد. من جانب الأول أنه عملية انتقالية في مسألة رئاسة الوزراء إلى وزارة جديدة، وهذه المرحلة مسألة مواجهة فيروس كورونا وتداعياتها داخل البلد والوضع الاقتصادي الداخلي وتأثيراته، والمسألة الأكبر اللي هو العراق غير مسيطر عليها، بمعنى أنه فقط يتلقى الصدمات من مسألة التداعيات أسعار النفط اللي من المتوقع فيها بكل القراءات الآن العالمية ستستمر إلى نهاية هذا العام ومنتصف 21. بمعنى الآن انطلق العراق من موافقته مع أوبك بمسألة أنه سيكون معدل أخذ بثلاث مراحل كمعدل 750 ألف برميل لنهاية 2021. هذه بمعنى أنه الآن ثلث إيرادات البلد بكل الأحوال مهما كان الأسعار، بمعنى أنه العراق سيخسرها، هذا جانب. والجانب الآخر أنه عندما نتكلم عن أزمة بحجم فيروس كورونا، هذه واحدة من الأزمات لو نستعرضها بتاريخ الأزمات بالعالم تختلف تماماً، لأنها الوحيدة المرتهنة بمسألة متى سيتم السيطرة على فيروس كورونا عالميا جانب، والجانب الآخر اللي هي المرحلة ما بعد الخروج من الأزمة وكيف ممكن نصل إلى ما يسمى بعلم الإدارة هو الريكفري ستيج. ممتاز، أنا راح أفصل مع جنابك كل هذه التفاصيل، بس خلينا نوضح للجمهور بالأرقام وبطريقة قاطعة، كم يكلف، ما هو سعر التكلفة لاستخراج البرميل وتصديره؟ بمعنى أصح إذا اليوم بعنا برميل النفط ب20، إيش قد يصفى للعراق من عنده حتى من عنده نقيس بقية الواردات اللي راح تجينا؟ يعني واحدة من القراءات الآن اللي عرضت على خلية الأزمة في مواجهة أسعار النفط، أتكلم عن بين وزارة النفط ورئاسة الوزراء، أنه تتكلم عن أنه ممكن اعتماد مبلغ 24 دولار كمعدل للسنة كلها للبرميل. مع تحفظنا على هذا الرقم، هذا ليس تحفظي لأنه ما ممكن نحافظ على هذه المسألة، لو حسبناها بهذه الفكرة المتفائلة. أولا جولات التراخيص كأنها هي سر من أسرار
يعني أسرار الكون المعبد وما حد يطلع عليها وكيفية تفاصيلها، لكن كل الاستدلالات تدور على أنه سعر البرميل كإنتاج وهذه القراءات العالمية يتكلم بين 8 إلى 11 دولار للبرميل الواحد، يضاف إلى تقريبا 3 إلى 4 دولارات اللي هي تكاليف الديون وممكن سدادها، يضاف إلها جزء من عنده لسداد ديون الكويت اللي ممكن تؤجل. فعندما نتكلم عن 24 دولار فإحنا نتكلم عن ما يتبقى تقريبا 10 إلى 11. هذا يعني إذا نأخذ بالمقارنة لهذا الرقم مع الوضع بنظر الاعتبار أنه سعر البورصة للنفط الحالي لهذا اليوم 20 دولار، بمعنى أصح أنه إحنا وصلنا 7 دولارات تماما. فهذا دا أخذه بمبدأ تفاؤلي جدا. يعني خلينا نقارن الأرقام مع موازنة 2018. العراق باع بالسنة كلها حسب تقارير وزارة المالية ووزارة النفط أنه باع ب 83 مليار دولار نفط. هذه 83 مليار سدت الجزء الأكبر من الموازنة التشغيلية للرواتب وغيرها، وتكلف العراق بحينها ب 18 88 مليار دولار، بمعنى بعجز تقريبا 7 مليار. فخلينا نتخيل وكنا نبيع البرميل بمعدلات الخمسينات. فخلينا نقارن هذا الرقم مع الآن، احنا نتكلم عن انخفاض سيصل الى تقريبا اكثر من الثلث اذا من النصف. فبمعنى انه ايرادات الدولة للعام 2020 لن تتجاوز معدلات 30-35، اذا تفاءلنا جدا ممكن تصل الى 40، فبمعنى النصف ما كان موجود مقارنة مع 2018. فتخيل هذه المفارقة. فبمعنى أنه الآن الحكومة أو الحكومة القادمة لو لجأت إلى الوسيلة الوحيدة الأسرع هي القروض، فبمعنى أنه ستحتاج ما معدلة بين 20 إلى 25 مليار حتى ممكن توازي وهذا تساوي معادلة مسألة سيد علي. هذا الحكي إذا لقيت أحد يقرضك بهذه الهوسة العالمية الأزمة القروض الخارجية عارفة. خلينا ننسى مشكلة كبيرة. أنا راح القروض الخارجية ما نفكر بها يعني. جيد، أنا راح أرجع لجنابك، خليني أروح لضيفي بالاستوديو. المشكلة اللي إحنا بيها لها مقدمات، هاي المقدمات هو من خطط استراتيجيا للوصول إلى هذه المرحلة. من المسؤول اليوم أمام الشعب أن يصل سعر البرميل في العراق إلى 7 دولار مثل ما يقول السيد علي الفريجي، مثل ما يقولون خبراء آخرين 7 دولار إذا كان سعر النفط 20 بالسوق إحنا نبيعه 7. منو يتحمل مسؤولية جولات التراخيص بهذا الشكل وبهذه الطريقة التي أنتجت؟ جولات التراخيص موضوع شائك وطويل. وبهذه المرحلة مع هبوط أسعار النفط أعتقد الوقت غير مناسب أنه تراجع أو تنتقد، لأنه هذه تحتاج إلى خطط وتحتاج إلى حكومات، مو حكومة تصريف أعمال أو حكومة لمدة سنة بحكم حكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة. الموضوع هو أكبر من هذا. الموضوع أنه طيلة هذه الفترة لم توضع خطط واستراتيجيات للاستفادة من النفط، لم توضع خطط لتنويع الإيرادات وتعظيمها. لو فرضنا ما وضعوا خطط، وهناك أسباب قاهرة، وإن كانت هي لا توجد أسباب، توجد بعض الأسباب القاهرة، لكن ممكن أنه يلجؤون إلى تعظيم الإيرادات. هناك طرق كثيرة، لكن بسبب الخلافات والصراعات والمصالح الضيقة تركوا هذا الجانب، لم تعظم الإيرادات وبقي الاعتماد بشكل 95% تقريبا على النفط. فيما يتعلق بالأسعار، طبعا هو يعني أي بلد يعتمد على ريع، يعتمد على مورد واحد، يكون اقتصاده هش، لأن هذا المورد الواحد في أي لحظة ممكن تهبط الأسعار، تصير أزمة عالمية، تصير أزمة أمنية. هذا هجمان بيوت، لذلك يعني لا يعتمد عليه. الخطأ أنه يعني استراتيجيا من 2003 لحد الآن بعد رفع الحظر عن العراق اعتمد على النفط. كل الحكومات اللي اجت من 2003 الى الان يعني اعتمدوا على النفط، الاقتصاد الريعي وعلى النفط بالدرجه الاساسيه. نعم زين. يعني حصلت محاولات جيده، يعني مو دفاعا عن السيد العبادي، لكن واقع الحال
في حكومة السيد العبادي أيضا نزل النفط 22 دولار تمام لو لا وكنا في حرب مع داعش مسيد العبادي ونفقات مطلوبة من البلد كثيرة حبيبي يا أستاذ أقصد أنه استند السيد العبادي بطريقة أو بأخرى من إدارة على قضية القروض الخارجية اللي هي ممكن تطلع بعد سنتين ثلاثة خمسة عشرة وهي لا 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 تضاف للأزمات الأخرى خارجية. لا لكن هو القروض لا 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 كان أكو قروض داخلية وصلنا 160 من المطلوبين 160 هذه التراكمات الموجودة مو يعني هو لا ما فيش رقم بالنسبة للقروض المموخة والخارجية هي قديمة طبعا بس الجديدة يعني ما تتجاوز بالضبط ما أعرف الرقم لكن مو رقم كبير بعدين قروض خارجية في زمن حكومة السيد العبادي ما اقترضوا قروض خارجية نعم اقترضوا داخليا من البنك المركزي من خلال السندات وهي مشوا بها وبعدين ارتفع سعر النفط وسددوا البنك المركزي السيد العبادي لما سلم السيد عبد المهدي الوزارة انطى 14 مليار دولار وموازنتين ال 18 و 19 كان سعر النفط جيد زين موازنتين عندنا ما تشوف من الواجب الفريج 83 مليار جيد ما تشوف من الواجب يعني هناك سوء إدارة أوصلنا إلى هذه المرحلة لا مو سوء إدارة أكو فساد أكو مشكلة أكو فساد كبيرة نعم. يعني أنا أسأل كل المسؤولين الآن اللي يسمعوني من المسؤول عن جولات التراخيص التي أوصلت سعر النفط لهذا الحال لهذا الوضع لا طبعا سعر النفط أليس يعني من الواجب الآن وضع هذا الأمر على الطاولة ومناقشته وأمام المحاكم أيضا ليس يعني العفو السبب هبوط أسعار النفط مو جولات التراخيص سبب يعني فيروس كورونا والتخمة الموجودة بالمعروض ويعني عدم الحاجة للنفط هذه ولدتها الركود العالمي اللي صار بالنتيجة ما صار طلب على النفط نزلت الأسعار أما جولات التراخيص أنا مو دفاعا عنها يعني ملاحظات كثيرة عليها أنا أقول سعر التكلفة لاستخراج النفط يصل إلى 12 دولار مع ديون الكويت مثل ما شرحها سيد علي الآن هذا الأمر ممكن يخلينا أمام مأزق تاريخي يتعلق بأنه إحنا ندخل مراحل الخطر كل ما انخفض مستوى سعر البرميل عالمياً وهي مشكلة أزلية نعم ومشكلة نعم يوم ويومين خليني أرحب بالبداية بالمستشار المالي لوزارة المالية أرحب بحضرتك أهلا وسهلاً تفضل استريح يبدو أنه الطريق مزدحم اليوم أهلا وسهلاً عليكم سلام تفضل استريح مساك الله بالخير الطريق مزدحم ها؟ الحمد لله خلينا ننتقل لضيفي من اللي ينضم وياي عبر الأقمار الصناعية سيد علي الفريجي سيد علي الفريجي باختصار أريد حضرتك تشرح للناس شنو اللي صار البارحة بالضبط البارحة كان أكو عقود آجلة لشهر آيار هاي العقود الآجلة بما أنه ماكو طلب على النفط صار عرض عالي وكبير لبيعها بالسوق بالتالي أدت إلى انهيار الأسعار إلى سالب 37 شنو طبيعة ما جرى وما هو الأثر السلبي على الاقتصاد العالمي وعلى العراق تحديدا يعني اللي أثار إعلاميا هذه المسألة أنه الأرقام عندما نتكلم بالسالب 37 بمعنى أنه هذا رقم لم يحصل في تاريخ صناعة النفط منذ يعني أوجدت وبالأخص بدولة مثل أمريكا لكن الحالة كانت هي حالة مؤقتة لمرحلة أنه تخص العقود الآجلة اللي كان المفروض تنتهي اليوم يعني الأربعاء والضغط اللي صار بأنه كمية العرض اللي موجودة كانت عالية جدا والطلب بانخفاض حاد والتالي أنه اضطرت هذه الشركات أنه تبيع أو تتخلص من هذه الشحنات بأقل الخسائر في مسألة أنه الخزين الآن الاستراتيجي بأمريكا أصبح في قمته تجاوز تقريبا 635 مليون برميل فبمعنى أنه تنحسب الحسابات الاقتصادية الأفضل أنه تتخلص من عندها بدون تداعيات أو تبقيها فكانت العملية أنه ممكن تتخلص من هذه الشحنات بهذه المرحلة فقط واستعادت لكن إذا حسبنا تأثيرها بشكل عام فالمؤشر كل مؤشر سلبي تداعياته ستستمر لمرحلة ما بعد التعافي يعني الآن عندما نتكلم يعني مثلا سعر البرميل عندما وصل إلى 60 وهبط تقريبا 60% ووصل معدلات 20 فالآن من تقرأ بالمؤشرات أنه تعافى 10% من يوصل مثلا 24 و22 بالحقيقة هذا تعافي منظور في سوق البورصة لكن بالحالة الاعتيادية عندما تنظر إلى اقتصاديا لا زال هو مترنح
في مراحل صعبة جدا. فالتأثيرات الآن نقرأها على برنت، على كيف ينظر العالم لهذه المسألة، وبالتالي الآن نأخذ السوق العالمية وتداعيات هذه الموجة ستأخذ فترة لحين أنه ممكن ينظر إلى السوق كأنها مرحلة، لكن ستبقى مرحلة تاريخية ومؤشر حقيقة خطير جدا أنه الوضع اللي يعيش العالم واقتصاده بمواجهة كبيرة جدا، أنه من الصعب أنه ممكن ستكون المرحلة الربع الثالث أو الربع الرابع وحتى منتصف 21 ستكون كفيلة أنه ممكن تستعيد أسعار النفط لمراحل $60 وأكثر، بمعنى أنه الآن فعلا هذا ناقوس خطر حقيقة حقيقي يجب أن تقف عند كل الدول الوقت المصدرة. بالنسبة للعراق اليوم، العراق ملتزم بخفض مستوى الإنتاج بناء على اتفاق أوبك الأخير. بالنسبة لنا فاتئ وقت المعالجة اليوم نتحدث عن هذا الانهيار اللي تقول جنابك ممكن أن يستمر إلى سنة ونصف مقبلة. استدراك الأمر الآن وضع خطط استراتيجية ممكن تجينا بالنتائج بعد 5 سنين، تعتقد الوقت فات لو عندنا معالجات آنية نقدر نروح باتجاهها؟ يعني هذا السؤال حقيقة مهم جدا وأهميته تنطلق من أنه مو كيف، السؤال الأهم هو من. من سيقود المرحلة؟ لأنه الآن عندما نتكلم عن هذه الأزمة دول العالم تواجهها، هناك مؤسسات تعنى في إدارة الأزمة ومتخصصة في هذا المجال وتدارك هذا الموضوع، بل أنه بعض المؤسسات والدول تستثمر هذه الأزمة لأنه ممكن تنتقل انتقالة إيجابية باستثمار عالي. العراق إذا نتكلم عنه لا يمتلك هذه العقلية للأسف اللي ممكن يواجه هذه الأزمة ويخرج من عندها متعافى. أنا أريد أن آسف أريد أقاطعك، بس أنت قلت كلمة مهمة، السؤال من الذي يقود المرحلة؟ يعني شنو من اللي يقود المرحلة؟ من رئيس الوزراء لو شنو بالضبط إيش تقصد؟ ما إحنا كان عندنا سيد عادل عبد المجيد ونعتقد بيه عقلية اقتصادية كبيرة، كل البلاوي والأزمات صارت بزمنه. الأمور تأخذ بنتائجها. يعني الآن العراق بكارثة ما ممكن أحد ينكرها. فخلينا سؤالك نرجع لسؤالك، من المتسبب؟ المتسبب هي كل القوى السياسية وكل الشخصيات التي تبوأت مناصب عليا محاصصة أو غير محاصصة وأوصلت البلد لهذا الضعف الاقتصادي. فإذا الكل ملام بغض النظر من هو. الآن عندما نتكلم من، بمعنى أنه رئيس الوزراء المرتقب أو المكلف إذا ما دارك هذه المسألة وكان بناء فريقه، إن كان مستشاري وفريق الخاص بالمكتب رئاسة الوزراء وأيضا الوزراء ووكلاء الوزراء بعقلية تختلف، ما ممكن أنا ممكن أستقرأ إيجابية في العمل، لأنه الخطط ممكن تضعها لكن الأهم أنه من سيقود. يعني إذا رجعنا إلى نفس العقلية التي تسببت فيما أوصل البلد لهذه المرحلة ستكون كارثة أكبر عندما تقود الأزمة ونخرج من عندها بأزمات أكبر. طيب خلينا نروح للضيف بالاستوديو سيد حازم هادي مستشار وزارة المالية، أرحب بحضرتك مرة ثانية. العراق الآن في أزمة مالية، المشكلة الحقيقية هي أننا نتحدث الآن عن كيف لنا أن نستدرك النقص الحاد في رواتب الموظفين، الحديث الذي يجري الآن عن رواتب الموظفين فقط، يعني كأنما من راح نوفر رواتب الموظفين راح تنحل كل الأزمات والمشاكل. الحقيقة المصيبة المزدوجة اللي أصابت العراق نتيجة مرض كورونا وانخفاض وتراجع أسعار النفط أثرت بظلالها على السياسة المالية العراقية. فالمعالجات المطروحة أو المقترحة لغرض الخروج من هذه الأزمة هو تشكيل لجنة الأزمة المالية على غرار الأزمة اللي أو اللجنة الأزمة خلية أزمة خاصة بمعالجة الأمر. طيب هذه متطلباتها كثيرة، يتطلب التعاون والتكاتف وذكران الذات بالنسبة للجميع، لأنه هذه هي مركب واحد، الكل معرض إلى الخطر لأي حادث يحدث نتيجة لهذا الوضع الحالي. فالمعالجات اللي وقت الحاضر بالنسبة للرواتب أمانة مجلس الوزراء
في تصريح الأخير ما تطرقت إلى خفض الرواتب ولا تطرقت إلى الادخار الإجباري ولا غير. لكنه خيار مطروح، خيار اضطراري ممكن نروح له في أي وقت. هو الحاصل الآن الوقت الحاضي هبوط وتراجع الإيرادات وقلة السيولة النقدية، وبالتالي لابد من معالجة ابتداء السيولة النقدية لتوفير السيولة النقدية لدفع لدفع الرواتب والمخصصات. هو هنا أنا نسمح لك قاطعك، اللي تقوله صحيح، احنا مشكلتنا بالسيولة النقدية. البدائل لتوفير السيولة النقدية في ظل انخفاض أسعار النفط وسعر تكلفة استخراج البرميل اللي هي راح تضاعف علينا الأزمة، أنا أريد أسألك بالأرقام، احنا شقد نحتاج شهريا حتى نسد رواتب الموظفين؟ تعرف تقريبا يشكل رواتب الموظفين وغيرها من المخصصات حوالي 60% من تخصيصات المعاصرة. زين، احنا انا حسب معلوماتي 3 مليار اعتقد احنا نحتاج شهريا. والله ما انا مو مستشار في وزارة المالية، يعني على اية حال هي معلومة عامة، مدير عام الموازنة سابقا. زين، ما معناها يعني بالتأكيد أنا مدير عام الموازنة سابقا أتكلم لك بالإجماليات. زين، بالتأكيد يعني حجم الرواتب والمخصصات تزيد على حوالي 60% مع الرواتب التقاعدية. هذا التضخم بهذه الأرقام سبق أن نبهنا لها. في ذكرنا في سنة 2008 كان اجتماع موجود مع كبار موظفي وزارة المالية وبينت لهم بالأرقام وبالوسائل العلمية بأنه راح يتعرض العراق أو العالم كله إلى نكبة، يعني سبعا عجاف وسبعا هذا ما تنبهوا له. وبالتالي المخطط المالي وقع تحت تأثير السياسي فانقاد إلى فحجم الإنفاق كان عالي جدا. الآن المشكلة واقعة، فكيفية السبيل من الخروج من هذه الأزمة؟ هو هذا السؤال الدقيق اللي أنا بدي أسألك إياه. الخروج من هذه الأزمة، أي يعني أول شيء اللي هو هذه الأزمة هي مو أزمة دائمية وإنما أزمة مؤقتة. مؤقتة جيد. مؤقتة. يعني الآن سيد علي فرج ممكن سنة ونص. تعرف الدراسة في الوقت الحاضر هو النفط يعتمد على نسبة النمو في العالم كله والاقتصاديات العالم، لأنه إذا كان النمو عالي يعني محتاج إلى طاقة، والطاقة متوفرة في منتجات النفط. الآن بدأت اقتصاديات العالم الضخ من السيولة النقدية لغرض تنشيط الاقتصاد والخروج من الانكماش الاقتصادي اللي يعاني منه اقتصاديات العالم. احنا ما وصلنا إلى الكساد لحد الآن، بس ممكن نوصل. أنا راح أرجع لحضرتك، أروح الضيف السيد عبد العباس. احنا بحاجة إلى أن نعدد مصادر الدخل مثل ما قلنا ومثل ما يتفق الجميع. أستاذ حازم يقول من 2008 وأنا ندري من 2006 أكو تقارير لصندوق النقد الدولي تتحدث عن ضرورة أن تذهبون يا جماعة إلى خفض الميزانية التشغيلية أو رفع الميزانية الاستثمارية على حساب الميزانية التشغيلية. لم يحصل هذا. من المسؤول عن عدم الذهاب باتجاه تعدد المصادر؟ قصة القطاع الخاص بقى خامل، قصة المصانع والمعامل بقت خاملة، قصة الزراعة بقى اليوم المزارعين ما يزرعون لأن يعرفون ماكو حماية دولة لهم. شنو القصة؟ القصة جماعتنا ما يعرفون يديرون، لو أكو تأثيرات خارجية إقليمية، لو أكو سوء إدارة عام بالعراق. هذا الموضوع أساسه هو قوة الدينار العراقي. شلون؟ بعد ما أجى بريمر إحنا الدينار كان الدولار 3000 دينار. طبعا كل ما كانت العمله ضعيفه كل ما انت قطاعك الخاص يشتغل، مصانعك ومعاملك تشتغل، زراعتك تشتغل، لكن انت من تقوي الدينار مالتك يصبح المستورد ارخص من المحلي سواء زراعه او صناعه. فهذا الخطا الاول كان المفروض يبداون برقم مثلا 1500 1000. نعم احنا نريد دينار قوي لكن مو على حساب
نمونا الاقتصادي مو على حساب صناعتنا المحلية. هذا الخطأ الأول. بس الدولة ما راحت لا مجلس النواب ولا الحكومة ما راحت الخطط استراتيجية تحمي المنتج الوطني تضبط القمارق تسوي هاي التفاصيل. بس خلي أكمل الفكرة. هسه هم ثبتوا على 1200 وإحنا نريد دينار قوي يفيدنا يعني كعملة وطنية من تسافر تحس عملته قوية أمام العملات الأخرى جيد. لكن بالمقابل بس هو مقترن بتنشيط الاقتصاد يعني شلون أقوي دينار إذا ما نشط الاقتصاد. كان المفروض لما خلوا دينار قوي يتخذون إجراءات يحافظون على الصناعة والزراعة المحلية. كيف؟ زيادة الجمارك، زيادة الضرائب، دعم القطاع الخاص، دعم الزراعة، دعم الصناعة، دعم السياحة. وهذا لم يحصل. هذا اللي ما حصل. الأمر الأهم من هذا وذاك اللي هو الفساد. صارت بعد ما يعني بعد ما صار الدينار العراقي والاستيراد أصبح يعني مورد اقتصادي ضخم لجهات. فصارت مافيات استفادت من موضوع الاستيراد، من موضوع تحويل العملة، من موضوع الحوالات، من موضوع الفواتير. بالنتيجة يعني حتى إذا قطاع معين ممكن أن ننميه بحيث نستغني عن المستورد وبالنتيجة يوفر لنا فرص عمل ويزيد الناتج المحلي ويقلل نزيف العملة الصعبة، هو هذا ما يسمحون له. ما يسمحون له بحيث بطريقة أو بأخرى ما يسمحون هذا القطاع ينمو في سبيل أن يستمر الاستيراد. من هم ما يسمحون له؟ جهات كثيرة. احنا من نحكي منهم سياسيين يعني نبقى نبحث وما نوصل للنتيجة. لكن هو كحالة عامة هذه موجودة. لو كان أكو إرادة سياسية في تطوير القطاع الخاص، في تطوير الاستثمار، في السماح لهذه المصانع المعطلة للزراعة، في تقليل الاستيراد، يمكن بلدنا هسه بوضع آخر، تقليل الاعتماد على النفط. يعني الدول المجاورة إن يعني أخشى أن يكون هذا الكلام متأخر. هاي الحلول التي تطرح في الوقت الحالي إنها متأخر. ماذا تقول سيد علي الفريجي إذا كنت تسمعني؟ هل الوقت قد مضى على الذهاب باتجاه وهو تكرار للسؤال الماضي لكن من زاوية أخرى؟ هل مضى الوقت للذهاب باتجاه تنويع مصادر الدخل؟ أم أن هناك إجراءات آنية بالإمكان اتخاذها بالوقت الحالي من قبل الحكومة لاستدراك انهيار مقبل ومترقب ربما على المستوى المنظور؟ يعني حتى ممكن يعني للدولة أو للحكومة أنه تفكر بوعي مسألة أنه الخروج من الأزمة. نتكلم عن استراتيجيتين، الأولى اللي هي بعيدة الأمد اللي هي الكل يتفق عليها، مسألة أنه تنويع الإيرادات وكذا وهذه الأشياء اللي هي ممكن تأخذ وقت طويل وأيضا تحتاج إلى بنية ممكن متينة أنه حتى تنطلق إليها. المسألة أنه الآن أنا بكارثة، كيف ممكن أخرج منها؟ بدءا يجب أن يصار إلى إعادة هيكلة وهندسة الموازنة بالقراءات الآن الموجودة بأسعار نفط تحفظية. هذه بدءا. اثنين، يجب أن يصار إلى مسألة أنه إعادة السيطرة على الموارد الضائعة. أقصد بالموارد الضائعة هناك إيرادات كبيرة جدا من المنافذ الحدودية، من الموانئ، من هذه المكانات تهدر. معدلات الهدر بها يصل سنويا يتجاوز مراحل 7 إلى 8 مليار دولار سنويا. إذا تكلمنا عن هذا الرقم ممكن يسد لك لمدة 3 أشهر رواتب. مسألة أخرى أنه مسألة يعني الآن نتكلم عن أنه هذا الهدر والفساد هل سينتهي؟ هل ستكون نقطة شروع أنه ممكن أوقف هذا الإعصار وأبدي باسترداد الأموال؟ أزمة العراق هي ليست أزمة فريدة بالعالم وبتاريخها، لكن المتفرد بها أنه ماكو أحد أنه دا يفكر في عملية الوقوف ونقول كافي، خلينا ننطلق ونوجه بوصلة إدارة الدولة باتجاه آخر. الاستمرار بهذا العناد السياسي والمحاصصة كحاكم أهلكت البلد. شنو ممكن أكثر أنتظر من هذه الأزمة حتى أوقف وأوعى أنه الآن مسألة كارثية أنه ممكن تصني؟ تعرف ليش؟ راح تتردد الحكومة
والبرلمان أنه ممكن ما يخفض الرواتب للموظفين خوفا من نقمة الشارع أنه ممكن باكر يطلع بتظاهرات كبيرة جدا عليه وأنه ممكن تكون كارثة التظاهرات أكبر، مو أنه دا يحسب حساب عطفا على المواطن اللي الآن دا يواجه، مو مسألة اقتصادية، لأنه إذا ردت أفكر بمسألة اقتصادية وأوصل إلى مرحلة التقشف خليني أفكر الرواتب تكلفني بين 38 إلى 40 مليار دولار سنويا. فما أخذ الجزء الأعلى من عدها من الموازنة، الجزء الأعلى من عدها اللي هو يشكل 30% الرواتب العالية يضاف إلى 9 مليارات اللي هي المشتريات والخدمات وهذه الأشياء، فبمعنى اللي أحتاج أني يعني أخذ عملية التقشف خلينا أخذها بمسألة بسيطة جدا أنا ذكرتها بالإعلام أكثر من مرة. رئيس الوزراء بدل ما يكون عنده فوج حماية ينزل بأنه أفراد قليلين، موكب الوزراء اللي دا يكون من 12 و16 سيارة المفروض يأخذ واحدة أو اثنين بأقصى حالاته. هذه المسألة هي اللي ممكن تكون نموذج حي وحقيقي للترشيد بالإنفاق، وإلا أنا أتكلم على أنه ممكن يعني أستقطع من رواتب الموظفين 10 و15 دولار شهريا، إذا أحسبها بميزان المعادلة سفرة واحدة لوحدة من الرئاسات كلفت الدولة 1.2 مليون دولار. إذا تأخذ هذا الرقم وتحسبه على 55 ألف موظف بالدولة تستقطع من عندهم لفترة شهر 20 دولار. هاي شوكت هاي. فانظر لهذه المفارقة. هاي المليون و 500 ألف دولار شوكت. أنت يبدو تتحدث عن معلومة. 1.2 1.2 أوكي. طبعاً روح راجع المصروفات الرئاسات. بلا ما راجع بس داس. يعني إحنا شوكت. بأزمة. شوكت بهاي الدورة. في العام الماضي. في العام الماضي. أها. لا في العام الماضي. في العام الماضي. إيه عندما أقول إحنا نرجع إلى سؤالنا. إيه. من الذي أوصل البلد لهذه الحالة؟ أنا ما أقدر أقول سوينا البارحة. لا الآن الكارثة اللي دنعيشها تداعياتها ترجع إلى عام 2005. ما أتكلم عن الآن. الآن أني في قعر المستنقع. فما أقدر أقول والله البارحة واحد سوالي خلل. يعني تعرف يعني خلينا نأخذ هذا المثال البسيط جدا. بالشهر الثالث لهذا العام وزارة النفط كانت بعقد تبيع شحنة إلى الهند. تعرف أنه جولات البيع المفروض تكون القطوعات بالشهر الثالث وتشحن بالشهر التالي بمعنى الرابع. الهند قبل أسبوعين أعلنت حالة الطوارئ القاهرة وأغلقت موانئها، فاضطرت أنه الشركة الآن تلغي العقد من شراء هذه الشحنة من العراق. فبمعنى اللي أنا كنت بايعه بمعدل تقريبا 30 أو 35 أو 40 راح أخذ للسوق وأزايد عليه من يبيعه أو يشتريه من عندي بسعر ناقص. فهذه الأزمة اللي نتكلم عنها، لكن ما يجري الآن حقيقة خلاف أنه ممكن إدارة أزمة بالبلد. ممتاز، راح أرجع لك سيد علي الفرجي مرة ثانية، أروح لضيفي بالاستوديو سيد حازم. ترشيد الإنفاق الحكومي بالذهاب باتجاه تعظيم يعني محاولة اتخاذ إجراءات رادعة على مجموعة من الحلقات أو البوابات الفساد الإداري من ضمنها الجمارك وغير ذلك، أكو حلول أخرى هو الذهاب باتجاه تحويل الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص. أنا أجي أنشط القطاع الخاص، أحاول بطريقة أو بأخرى أن أوفر فرص عمل بهذا الاتجاه وأشوف لي في الطريقة أحولهم أنطيهم رواتب أنطيهم حوافز أنطيهم نهاية خدمة أنطيهم إجراءات من هذا القبيل. تتفق مع هذا الطرح أم أن هناك حلول أخرى لترشيد الإنفاق الحكومي؟ أستاذ الكريم، هو فرض سيادة القانون يعتبر بالمرتبة الأولى لضبط مالية الدولة. زين. هذا الانسياب اللي التزايد الموجود جعل اعتماد الدولة أو وزارة المالية أساساً على النفط. وشفنا اليوم التدهور اللي أصاب النفط. فجواباً على سؤالك، في كل المستويات العالمية والمقتصاديين ألا يكون راتب الوظيفة أعلى من الدخل اللي للقطاع الخاص، لأنه إذا أصبحت راتب الوظيفة أعلى من القطاع الخاص يكون التوجه إلى الوظيفة ابتداء ويحجب عن القطاع الخاص. الآن إذا اتجهنا إلى تحويل الموظفين إلى القطاع الخاص، القطاع الخاص غير متمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه رواتب الموظفين. هو هنا السؤال، أنا من أمكن القطاع الخاص
ومن أخلي البنية الأساسية أو البنى التحتية للاستثمار حقيقية محمية من قبل الدولة، ممكن أنه يكون تكون مساحة للقطاع الخاص أنه هو يستوعب وظائف أكثر ويحاول أن يعطي رواتب أعلى من القطاع العام. هذه أستاذنا الكريم هذه ضمن الخطة البعيدة المدى. أما حالياً هو أصلاً القطاع الخاص في الوقت الحاضر يعني يعاني من مشاكل كلش كبيرة. وين القطاع الخاص؟ لا هي صناعة، لا هي تجارة، لا هي زراعة، لا هي نقل، لا هي مواصلات، لا غيرها. القطاع الخاص منكمش. وبالإضافة لهذا هي الروتين الحكومي جعل في موقع يعني سيء إلى أبعد الحدود. والفساد الإداري والمالي غطى على كل متطلبات هذا القطاع بحيث ما قدر ينفذ من إلى المجال الاستثماري. نجد أنه بالإضافة للقوانين وجود الفساد المالي. وبالتالي ضمن خطة بعيدة المدى يمكن أنه يتوجه إلى أنه نحول قسم من الموظفين ينقلهم إلى القطاع الخاص لغرض النهوض بهذا القطاع. لكن من يرغب من القطاع الخاص من القطاع الحكومي؟ لأنه الرواتب التقاعدية اللي يتمتع بها الموظف بهذه النسب العالية للرواتب ما يقدر يتمتع بها الموظف أو العامل في القطاع الخاص. إذن يجب أن يكون هناك ضمان اجتماعي ضمان للعمال والموظفين اللي خارج قطاع الحكومة. معناته أنه ما يعني مو يعني شغلة آنية وإنما شغلة. هو إذا كان خاضع سيد حازم، هو المشكلة إذا كان خاضع إدارة الدولة اقتصاديا واستراتيجياتها بمزاج فرد واحد، لا عندنا مؤسسة تخطط ولا عندنا مؤسسة تنفذ. أنتقل بالسؤال لجنابك استكمالا لما أقول، 20 تريليون كانت فائض من الموازنة السابقة تم إنفاقها بشهرين من قبل حكومة السيد عادل عبد المهدي لمحاولة استيعاب الحركة الاحتجاجية التي حصلت مؤخرا. عندنا 90,000 شخص تعينوا بأجر يومي وعقود في وزارة الكهرباء فقط إلى الآن، كملوا 6 أشهر وهم ما يأخذون راتب. نعم. ما هي واحدة من المشاكل التي يجب أن تحاكم، ليس فقط أن نتطرق لها وإحنا ماشيين. هو هذا السؤال يعني أنا لما ذكرت أنه 14 مليار تقريبا يعني 18 مليون يعني تركها السيد العبادي للسيد عبد المهدي وهذه السنتين طبعا 14 مليار دولار يعني ما يعادل تقريبا 17-18 تريليون نصف سنة تقريبا ماضي على الحكومة يعني. وهاي السنتين اللي كان بها السيد عادل عبد المهدي يعني موازنة 18-19 كان سعر النفط معقول 50s فيسد الرواتب ويسد الموازنة التشغيلية وجزء منه يذهب إلى الموازنة الاستثمارية. هذا المبلغ وين راح؟ هدر. أكو حالة هدر، أكو عدم تخطيط. هسه قد من ترجع للأوراق يطلع لك أبواب صرف معينة لكن يعني غياب الخطة بحيث ولدت هذه الحالة. التعيين احنا مو ضد التعيين، أبنائنا ذولي طبعا من حقهم يلقي فرصة العمل. لا أنت منشط القطاع الخاص بحيث يستوعب هذه الأيدي العاملة العاطلة ولا تستوعبهم بالدولة. استوعبوهم بالدولة لكن مثل ما تفضلت لحد الآن ما مستلمين رواتب وقد ما يستلمون. إن شاء الله يستلمون، نقول إحنا ما يعني نبعث لهم رسالة تشاؤمية. من يستلمون؟ أنا لحد البارحة أسمع واحد من الجماعة يقول أنا عندي أكو دورة تعيين وقالوا لي طينا 10,000 ونعينة. كل الآن هو الناس الأحزاب والقوى السياسية تتعامل باتجاه زيادة الإنفاق على حساب الأزمة المالية ونب الرشوة يعني. فوق هذا نعم هذا كله موجود. فساد موجود، تعيين بفلوس موجود، والإجراءات اللي تتخذ هو ما يسمى إطفاء حرائق. يعني أنه تتخذ خطوة معينة استراتيجية إطفاء الحرائق تهدئ وبالنتيجة تصير وبال عليك. ما تحل لك المشكلة وإنما تولد لك مشكلة أخرى. طيب أرجع الضيف السيد علي الفريجي مرة ثانية. السيد علي الفريجي، أزمة الانخفاض أسعار النفط هذا الأمر متعلق بظروف عالمية ممكن أن لا نكون متحكمين بها، يعني ممكن نكون على الهامش بالتحكم بالسوق العالمية بشكل عام سواء بالانكماش أو بالتضخم أو بمشاكل
أخرى، لكن اللي بيدنا هو أن نضع حلول حقيقية لهذه الأزمات وأن نضع حد لأن لا تتكرر بشكل كامل. باعتبارك متخصص بإدارة الأزمات، ما الذي يجب أن نفعله في هذه الأزمة وما الذي يجب أن نفعله على المستوى البعيد حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات، أو على الأقل ما نتأثر مثل هذه الأزمات؟ في 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 اقتصادات العالم حقيقة هي ليست معيبة أنه أو خلل عندما تكون الدولة أحادية المورد، لكن الخطأ هو عندما ما تعرف تستثمر هذا المورد في إنعاش الاقتصادات الأخرى. بمعنى أنه إحنا نبيع نفط وإحنا رابع بالعالم من حيث الإنتاج وثاني بأوبك ونمتلك 10.7% من احتياط العالم بالعالم حتى أكثر من أمريكا، ولكن نستورد سنويا مشتقات وطاقة بمعدلات 7 إلى 8 مليار دولار. فبمعنى أنه سوء الإدارة المالية لموارد البلد ده تكون خاطئة جدا. فأساس أنه ممكن أي استراتيجية أو ممكن أنطلق بها هو فريق اللي ممكن يدرك ما يعمل ويفهم بمستوى عالمي كبير جدا ويتعامل مع هذه الأزمة وممكن ينتقل بها بمراحل، هذه بدءا. مسألة أنه الآن كيف أتعامل مع إيرادات البلد بهذا الشكل المنخفض، بمعنى أنه يجب أن أرجع، وهذا ما أشار إلى تقارير الـ IMF صندوق النقد الدولي عندما وافق على القرض مع العراق، أنه الترشيد بالإنفاق لا زالت الدولة لا تلجأ لهذا الأسلوب بشكل سليم. يعني لا زال الإنفاق الكمي والتوظيف الكمي وغياب دور القطاع الخاص في أخذ مهامه أصبحت يعني مشكلة كبيرة جدا يعاني من عدد الاقتصاد. لا يوجد شيء اسمه اقتصاد أو قطاع خاص ناهض بالبلد، ما موجود. القطاع الخاص الآن اللي موجود بالبلد هو ينتظر ما يخرج من فتات عقود من الدولة ويسمسر عليها ويعيش. عندما أتكلم عن أنه نحتاج الدولة تنعش القطاع الخاص، هذا خلل في الرؤية، لأنه القطاع الخاص اللي أنا أنتظر من عنده الاستثمار اللي هو يأتي إلى القطاع الدولة بشكل عام ويستثمر أمواله وينتظر من عندي أنه أنا أنطي قرض حتى يروح أنطي بمكان معين. أنا أتمنى أنه تستسل بهذه المعلومات المفيدة، بس استثمارا للوقت أريد أسألك سؤال. الحركة الاحتجاجية اللي موجودة من 1 تشرين إلى الآن تطالب بالدرجة الأساس بوظائف لاستيعاب البطالة الممنهجة أصبحت من السنوات الماضية للعاطلين عن العمل والخريجين في المجتمع العراقي. الحكومة عليها أن ترشد الإنفاق. أول شيء ممكن أن تعالجه هو إيقاف الفرص الوظيفية اللي هي ما وقفت. الله وكيلك وزير الداخلية قبل كم يوم 1700 موافق الشرطة يضيفهم محافظة صلاح الدين، وإحنا ما بحاجة لهذه القصة أصلا حتى يبقى وزير. بس هو السؤال كيف ممكن أن تتصرف الحكومة أو أي حكومة مقبلة بهذه القصة، قصة الوظائف؟ يعني إحنا نتكلم عن أنه ممكن ننتقل بالقوى العاملة من القطاع العام توجهها إلى القطاع العام إلى القطاع الخاص. حتى ممكن أفرض هذه الحالة، القطاع الخاص يحتاج مسألة جدا مهمة وهي المهارة العالية اللي تفتقدها القوى العاملة. فحتى ممكن أنجح بهذا الأسلوب أو هذه الاستراتيجية، أنه الدولة ممكن تأخذ أنه كل المحافظات، إدارة المحافظات وإدارات الوزارات ببرنامج مهني تطويري للكوادر الباحثة عن العمل، وتدخلها ضمن الموازنة التشغيلية لهذه الوزارات أو هذه المحافظات، وتطور المهارات الفردية لهؤلاء الباحثين عن العمل. بالتالي بعد سنة أو أكثر، بمعنى أنا سحبتهم من الشارع، خليتهم بهذه الدورات، ممكن أدفع على مبلغ قليل وممكن يستمر بهذه الدورة، من يتخرج من عندها سيكون مؤهل مهنيا أنه يبحث عن فرصة عمل. بالتالي الدولة ستكون قادرة على أنه ممكن تستثمر القروض الصناعية والزراعية اللي تستهدف تكون بإعدادات مبرمجة لدراسات جدوى ومعدة مسبقا، وأنا ممكن ألجأ أنه ممكن أستثمر هؤلاء الشباب اللي دربتهم أنه ممكن يستحق هذا القرض ويعمل بالقطاع الخاص. بالتالي أنا أولا ما كلفت الدولة بدءا، اثنين أنا يعني أخذت واستوعبت القوى العاملة اللي موجودة بالشارع، وبالتالي هيئتهم لفرص عمل بالقطاع الخاص بعيدا عن يعني زيادة جيش العاطلين
يعني اللي موجودين هم موظفين بالاسم، لكن يعني بطالة مقنعة داخل مؤسسات الدولة. وجنابك ذكرت ما قامت به وزارة الكهرباء في عملية التوظيف الكمي، يعني الآن أصبحت كأنه البرلمانيين وغيرهم سماسرة بيع يعني وظائف ليس إلا، وهذا يشكلون كارثة في هذه المسألة. سيد علي الفريجي، أنا كنت أتمنى أنه يعني أكمل مع حضرتك ونسترسل بهاي المشكلة الكبيرة، لكن الوقت داركني. أشكر حضورك معنا سيد علي الفريجي الخبير في إدارة الأزمات في بجامعة هارفارد، شكرا جزيلا لجنابك. وضيوف الكرام، نستعرض أبرز ما كتبته السوشيال ميديا بغضون دقيقتين اللي تبقت لي، ونعلق عليه سوية. كتب محمد بصفحته بتويتر على ما أظن هاي: يزيدون ضرائب على كارتات الشحن، صار 6 سنين اللي تضر المواطن العادي، ويركضون يستقطعون من رواتب الموظفين اللي يعتمد عليها ملايين العوائل، بس حاشا لله يجون يم امتيازات الرواتب المضاعفة والرف، حالا يعتبر كفر بالنسبة لهم إلغاء رواتب رفحة. كيف تعلق على هذا الأمر اللي هي مشكلة عدم وجود عدالة بين الفئات للتوزيع رفحة وغير رفحة، وعندنا ملايين تهدر بهذا الاتجاه؟ طبعا هذه كلها بقوانين، يعني رفحة وغيرها يستلمون رواتبهم وفق قوانين، يعني ممكن أنا شجم بيطلق هذه القوانين. يعني لا نتخيل الوضع أنه فوضى، لا، يعني أكو قوانين وأكو تعليمات وأكو أنظمة، وزارة المالية ما يصرفون إلا وفق هذا القانون. نعم ممكن أنه يصير مراجعة للي عنده عدة رواتب، ممكن يقتصر على راتب واحد، ممكن يصير يعني الرواتب العالية تخفض والرواتب الواطئة شوية تزيد بحيث يعني تقل. نقدر نستوعب هذا الشيء. خلينا نروح للبوست الثاني شباب. تقل المبلغ، الموازنة، الرواتب تقل، والإنفاق يعني بشكل عام، والإنفاق يثقل كاهل الدولة. طيب. طبعا هذا ماجد شنقالي كتب بصفحته: كل المعطيات الاقتصادية تؤكد أن موازنة 2020 ستتحول إلى موازنة تقشف، وهو إجراء طبيعي في ظل هذه الظروف، لكن المهم في العراق أن يواكب هذا التقشف تبني إصلاحات اقتصادية وإصدار قرارات لتطوير النظام المصرفي والضريبي، دعم القطاع الخاص ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار. موازنة التقشف، موازنة التقشف أصبحت مطلب. هل لنا أن نقول بأن لا خيار أمامنا إلا موازنة التقشف وإجراءات حادة وصارمة فيما يتعلق بخفض الإنفاق؟ بالتأكيد الاتجاه الآن هو إعادة النظر بالموازنة بشكل جذري، وهو مراجعة مفردات الموازنة بعلمية وتقنية، بحيث أستغني عن كل النفقات اللي ما تولد دخل أو التي بها إسراف. وفي ظل هذا التحول إلى موازنة القطاعات أصبح شيء مستحيل تقريبا. بالتأكيد يعني هذه مشكلة كبيرة. أنت ما تقدر خلال شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو 7 أشهر تغير استراتيجية، تغير بالاقتصاد. صحيح. ككل أكو عندي سياسة مالية وسياسة نقدية، لازم يصير موائمة بين السياسة النقدية والسياسة المالية، أنه كل واحد يشتغل مثل ما يقول على بده وعلى راحته. لا، يكون طيب. هناك ضبط، تكون هناك سقوف، تكون هناك رؤية، تكون هناك استراتيجية. بالفعل هو هذا اللي احنا نفتقده، وأنا أخشى أنه نبقى نفتقده بعدين يعني بالسنوات الجاية. هذه الأزمة هي مو أزمة يعني إطارية على العراق، ممكن تتجدد، مرينا بأزمات كثيرة وممكن تتجدد في خلال الفترة الماضية. للأسف دارك للوقت السيد حازم هادي المستشار المالي ومدير عام الموازنة في وزارة المالية سابقا، شكرا لجنابك. والسيد عبد العباس الشياع القيادي في ائتلاف النصر، أنا أشكر جنابك كثيرا وحضورك ويانا، وأنتم سادتي المشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة، ألتقيكم في حوارات أخرى بإذن الله تعالى، في أمان الله.